ايضا من بيروت الاستاذ رؤوف ابو زكي، رئيس تحرير مجله الاقتصاد والاعمال. استاذ رؤوف اهلا بحضرتك. الو. نعم استاذ رؤوف اهلا بحضرتك. اهلا اهلا، شكرا. اهلا بحضرتك. الوفد الحكومه اللبنانيه اللي يعني بيتعامل الان مع صندوق النقد الدولي بعد توقف المحادثات هذه الفتره، هل يعني كان هناك اي مؤشرات ايجابيه في تعاطي صندوق النقد الدولي مع الحكومه اللبنانيه؟ انا لم المس مثل هذه المؤشرات، لانه واضح انه صندوق النقد الدولي ومن ورائه الدول المعنيه بدعم لبنان، كانوا غربيه او خليجيه، تشترط حصول اصلاحات جديه قبل اي دعم. يعني مدخل لصندوق النقد الدولي، الممر الاساسي للصندوق وبالتالي لمؤتمر ساد وللدعم الخليجي وغير الخليجي، هو الإصلاحات. هذا شق الإصلاحات، وهذه فعليا لم تبدأ بعد هذه الإصلاحات، وإن كان هناك مساعي جدية للبدء بمثل هذه الإصلاحات. نعم، ماذا تقصد بهذه المساعي؟ خصوصا ملف الكهرباء، لأنه هو الذي يكبد الخزينة اللبنانية العبء الأكبر من العجز. نعم أستاذ رؤوف. نعم. طيب، تعيين مجلس إدارة الكهرباء والإصلاحات اللي بتتم في هذا القطاع بشكل عام لاقت أيضا الكثير من الجدل والكثير من الملاحظات والتحفظات على طريقة الاختيار، وإنه هو مجرد فريق استشاري فقط، والكلمة النهائية تعود للوزير أيضا. يعني ما فيش جديد تم بالفعل على أرض الواقع، أو ما فيش جديد فعلا. فعلا أنت يعني أنت عم تطرح السؤال وعم تجاوبي عليه. ففعلا أنه تشكيل مجلس الإدارة تم وفق معطيات معينة، بعضها مشجع وبعضها غير مشجع، وخصوصا أنه لم يتم في الوقت نفسه تعيين رئيس ومدير عام لمؤسسة كهرباء لبنان، وما بنعرف ليش. وبالإضافة إلى ذلك، الموضوع الهيئة الناظمة راح تكون هيئة بالشكل وبالفعل، هي هيئة استشارية، وتبقى القرار هو فعلا في يد الوزير، وهذا الأمر لا يؤمن الشفافية المطلوبة ولا يقنع بوجود نية حقيقية للإصلاح. نعم، هو ده كان سؤالي لحضرتك، انه صحيح انه المجلس استشاري وبيعود الى الوزير في النهايه، لكن كنت هسال حضرتك، يمكن حضرتك جاوبت في سياق حديثك انه ده غير جدي، يعني يبدو انه غير جدي او غير شفاف في الاصلاحات في قطاع الكهرباء. طيب، هل في قطاعات اخرى بتشهد مساعي جديه بخلاف قطاع الكهرباء؟ ما هو اهم مشكلة هي بقطاع الكهرباء، وإذا كان هذا يعني العنوان لحركة الإصلاح فهذا عنوان لا يبشر بالخير. طيب، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ رؤوف أبو زكي، رئيس مجلة الاقتصاد والأعمال، كنت معنا من بيروت على كل ما تفضلت به، شكرا جزيلا لك.